Mijn naam is Ali Badaw. We zijn in Tanger en we zijn ons aan het klaarmaken voor de derde keer dat pakketjes bezorgen, inshallah, in de maand Ramadan. Weet lieve mensen dat met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala en jullie hulp hebben we dit kunnen doen. Wij gaan inshallah 100 mensen weer blij maken met pakketjes. Blijf ons steunen, blijf ons helpen. We kunnen een heleboel gezinnen blij maken. Dat komt door jullie donaties. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف عبد الحميد كيف سينا مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك عبد الحميد شكون عطاك هذا الخير هذا؟ نجيبة محسنين فيها إن شاء الله عبد الحميد شنو كتقول نجيبة محسنين شنو تقول لهم؟ ما حسينا شنو خصك؟ شنو خصك عبد الحميد؟ شنو أنا أجيب خصك تزوج؟ دابا يعاونوك إن شاء الله تعالى ودعي معاهم آمين امين الله يحفظك السلام عليكم